بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في الحلقتين السابقتين وقفنا عند ثلاث آيات، هذه الآيات قد نظمت العلاقة بين الزوج وزوجته تنظيما دقيقا حكيما، حيث قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقلنا المراد بالعدل هنا العدل في الميل القلبي وليس في الحقوق والواجبات كالنفقة والسكنى وما إلى ذلك. ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي تتركوا المرأة التي تهجرونها كالمعلقة، لا هي بزوجة فتنال حقوقها ولا هي بمطلقة فيرزقها الله سبحانه وتعالى بما إيه يسترها وبما يكرمها. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بعد ذلك: وإن يتفرقا ولكن بالإحسان وبالعدل وبالأدب، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وكان الله يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. علق بعض العلماء في ختام تفسير هذه الآيات بقوله: وبهذا نرى أن هذه الآيات الكريمة قد وضعت أحكم الأسس للحياة الزوجية السعيدة، وعالجت أمراضها، أمراض الحياة الزوجية، عالجت أمراضها بالعلاج الشافي الحكيم، بالعلاج الشافي الحكيم. فقد أمرت الرجال بأن يؤدوا للنساء حقوقهن، مش كده برضه؟ أمرت الرجال أن يؤدوا للنساء حقوقهن، وأن يعاشرهن بالمعروف، وأن على الزوجين إذا ما دب بينهما خلاف أن يعالجاه فيما بينهما بالتصالح والتسامح، لأن الحياة الزوجية ليست بنت يوم وليلة أو شهر أو سنة، دي حياة إيه؟ دائمة. وإذا اقتضى الأمر أن يتنازل أحدهما للآخر عن جانب من حقوقه فليفعل من أجل الإبقاء على الحياة إيه؟ الزوجية. وذكرنا الحديث الشريف: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يكره زوج زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها إيه؟ آخر. وأن الرجل لا يستطيع أن يعدل عدلا مطلقا كاملا بين زوجاته في الميل القلبي، ولكن هذا لا يمنعه من العدل بينهن بالقدر الذي يستطيعه بدون تقصير أو ميل مع الهوى. ف
فإن الميسور لا يسقط بإيه؟ بالمعسور. دي قاعدة شرعية، الميسور لا يسقط بإيه؟ بالمعسور. يعني أنت إذا كان هناك أمر يسره الله لك، ما تجيش أنت تسده بأمر إيه؟ معسور. لا، ده الشريعة الإسلامية مبنية على إيه؟ على اليسر وعلى السماحة وعلى إعطاء كل ذي حق حقه. وأنه إذا استحال الصلح وتنافرت الطباع وساءت العشرة كان الفراق بينهما إيه؟ أجدى. فإمساك بمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. إذ الفراق مع الإحسان خير من الإمساك مع المعاشرة إيه؟ السيئة، التي عز معها الإصلاح والوفاق والتقارب بين القلوب. بعد كل ذلك، بعد هذا البيان الحكيم، بعد أن بين سبحانه ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين ووسائل علاج دوائها، بعد كل ذلك بين الخالق عز وجل أن كل شيء في ملكه وتحت إيه؟ سلطانه. تحذير للزوجين بصفة خاصة من أن يسيء أحدهما إلى إيه؟ إلى الآخر بأي لون من ألوان الإساءة. تحذير أن كل شيء في ملكه وتحت سلطانه. فعلى الناس سواء أكانوا ذكورا أو إيه؟ أو إناثا، فعلى الناس أن يخشوا وأن يراقبوا وأن يشتغلوا بعبادته، وأن يحرص كل فرد على ألا يظلم إيه؟ غيره. فقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. انظر إلى التسلسل القرآني الذي يجعلك مهما قسى قلبك أن تثوب إلى رشدك وأن تعود إلى صوابك وأن تتأمل وأن تتذكر أن هذه الحياة مهما طالت وأن المناصب مهما عظمت وأن المال مهما كثر أنت ستترك كل ذلك في يوم من الأيام وستقف بين يدي الله. فجاءت هذه الآيات الكريمة بعد الحديث عن العلاقات التي تكون بين الزوجين وتكون بين الآباء والأمهات وتكون بين اليتامى والأوصياء وتكون بين المؤمنين وغير المؤمنين وتكون بين المؤمنين وهكذا. تأتي هذه الآيات لتقول لك لقد استمعت إلى تنظيمات لا أول لها ولا آخر، تنظيم الكون وتنظيم الحياة وتنظيم العلاقات بين
الإنسان وخالقه، وبين الإنسان ووالديه، وبين الإنسان وزوجته، وبين الإنسان وأولاده، وبين الإنسان وغيره من الناس. يأتي هذا التحذير في هذه الآيات الكريمة التي تبدأ بقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا، ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وصينا الأمم إيه؟ الماضية. معنى وصينا الذين أوتوا الكتاب يعني وصينا الأمم التي سبقتكم من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم من الأمم السابقة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، الأمم التي أنزل الله على أنبيائها التوراة، سيدنا موسى أنزل الله عليه التوراة، سيدنا عيسى أنزل الله عليه الإنجيل، سيدنا إبراهيم أنزل الله له الصحف، سيدنا داود أنزل الله عليه إيه؟ الزبور، وهكذا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني وصينا الأمم إيه؟ السابقة، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة إيه يا أخوانا؟ الرسالات. مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فكمله، بنى بيتا فكمله وحسنه وزينه إلا موضع لبنة منه، يعني إلا موضع طوبة منه، إلا موضع لبنة منه، فكان الناس يطوفون حول هذا البيت ويقولون: ما أجمل هذا البيت، ما أحسنه، هل وضعت فيه هذه اللبنة؟ يعني هل وضعت فيه هذه الطوبة علشان إيه؟ تتمم بناءه وجماله. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. أدي معنى قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيه؟ وإياكم، كما وصيناهم وصيناكم أنتم أيضا، لأن مكارم الأخلاق لا تختلف باختلاف إيه؟ الزمان أو المكان أو الأشخاص. طب الله تعالى وصى السابقين ووصانا بإيه؟ بأن نخلص له العبادة والطاعة، لأن كل نبي أرسله الله تعالى إلى الناس كانت الكلمة الأولى التي يقولها لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إيه غير. وكانت الكلمة الثانية التي يقولها لقومه كل نبي، الكلمة الثانية التي يقولها لقومه: اعتصموا بمكارم الأخلاق وابتعدوا عن الرذائل. أدي الإيه؟ الكلمتين اللي كل نبي، وإلا هل سمعتم أن نبيا أباح لقومه السرقة؟ هل سمعتم أن نبيا أباح لقومه الكذب؟ مستحيل، مستحيل، لأن الأنبياء جميعا جاءوا برسالة واحدة جميعا، هي الدعوة إلى إخلاص العبادة لله، وثانيا التحلي بمكارم إيه؟ الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يبقى إذن ما هي الوصية التي قال الله بشأنها: ولقد وصينا؟ ولقد بقد قسم، لأن اللام هنا لام القسم وتقدير الكلام، والله لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، يعني الأمم السابقة أو الأمم التي أنزل الله على أنبيائها الكتب إيه؟ السماوية كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزبور سيدنا داود. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ووصيناكم أنتم وإياكم، ده معطوف على إيه؟ على ما قبله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ووصيناكم أنتم أيضا.
أوصانا الله بإيه؟ أن اتقوا الله. طب إيه معنى أن اتقوا الله؟ معنى أن اتقوا الله يعني أن تصونوا أنفسكم عن الشرك وعن عبادة غير الله، أن تصونوا أنفسكم عن كل ما نهى الله عنه. أن معنى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ووصيناكم أنتم أيضا بوصية واحدة. كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأمته: اعلموا جميعا أن وصيتي لكم وللأمم السابقة إيه؟ واحدة. وما هي هذه الوصية؟ إخلاص العبادة لله والابتعاد عن الشرك والابتعاد عن عبادة غير الله والتحلي بمكارم الأخلاق. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني صونوا أنفسكم عن كل ما لا يرضي الله. أدي معنى تقوى الله. تقوى الله معناها أن يصون الإنسان رجلا أو امرأة، أن يصون نفسه عن كل ما لا يليق. وإحنا نجد بأن لفظ التقوى وما اشتق منه تكرر في القرآن الكريم عشرات المرات.
تارة يبين لنا القرآن الكريم بأن المتقين في جنات ونهر، تارة يبين لنا القرآن الكريم بأن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تارة يبين لنا القرآن الكريم إن المتقين في جنات ونعيم أو في جنات وعيون وهكذا، تارة يبين لنا القرآن الكريم بأن التقوى هي خير زاد وخير لباس، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأنها ولباس التقوى ذلك خير. فكلمة التقوى دي كلمة جامعة، جامعة لكل الفضائل، جامعة لكل الفضائل. ولذلك تفصل القرآن الكريم الحديث عنها تفصيلا واسعا. وأصل كلمة التقوى دي مأخوذة من إيه يا أخوانا؟ من الوقاية. أصل الكلمة وقى، وقى، فجاءت بعد ذلك التقوى. يبقى التقوى جاية من إيه؟ من الوقاية. والوقاية معناها أن يصون الإنسان نفسه عن كل ما نهى الله تعالى إيه عنه. ولذلك عرف العلماء التقوى بأنها جعل النفس في وقاية مما تخاف. أدي تعريف إيه التقوى، أن يجعل الإنسان نفسه، أن يجعل الإنسان نفسه في وقاية مما إيه يخشاه ويخاف. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا. الكفر هنا بمعنى إيه يا أخوانا؟ الجحود وبطر النعمة وعدم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. وطبعا أقبح أنواع الكفران هو إيه؟ الشرك بالله عز وجل. وإن تكفروا يعني أن تجحدوا نعم الله، أن تشركوا مع الله في العبادة آلهة أخرى، أن تكون بين أيديكم النعم فتستعملوا هذه النعم في الشر لا في الخير، في المعصية لا في الطاعة. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله المثل الأعلى. هذه الآية كأنك أنت تقول لغيرك، أنت من أصحاب كذا ومن أصحاب الجاه والسلطان وكذا وكذا، ويأتيك إنسان أقل منك في كل شيء ويبدأ يجحد الجميل اللي انت ايه قدمته له، وانت طبعا اغنى منه وفي كل واصح منه واقوى منه وهكذا، وبتقدم لانسان الفقير الاحسان، ولكنه قابل هذا الاحسان بايه؟ بالاساءة. تقول له يا فلان مش أنا أحسنت إليك بكذا وكذا وكذا وقدمت لك كذا، طيب أنت أسأت إلي، هل إساءتك دي هتضرني أنا؟ أبدا، لأنك لست أقوى مني. هذه معنى وإن تكفروا، يعني أنتم أيها الناس إذا لم تشكروا الله على نعمه هل ينقص شيء من ملك الله؟ أبدا. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا عنكم حميدا، أن يحمد لكم صلاحكم وإيمانكم وتقواكم، ولا يضيع أجر من أحسن إيه عملا. فالله عز وجل هو القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم يؤكد القرآن هذا المعنى فيقول ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
كفى بالله وكيلا. ده تأكيد، تأكيد، هذا التأكيد لكي يغرس القرآن الكريم في نفوس الناس، في نفوس الناس الخوف من الله سبحانه وتعالى والمراقبة والمحاسبة، أن تحاسب نفسك. أحيانا الإنسان يصاب بالغرور، فأراد القرآن الكريم أن يقلل من غرور هذا الإنسان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن يجب أن يتأمل الإنسان وأن يتدبر وأن يعلم بأن الخالق عز وجل كفيل، كفيل بستره، كفيل بإمداده بالنعم التي تغنيه عن أن يمد يده بالسؤال إلى الناس، كفيل، كفيل بكل ذلك. بس متى؟ متى أحسن الإنسان منا صلته بخالقه؟ متى أحسن الإنسان منا صلته بخالقه؟ لن يضيعه الله، حتى وإن ضيعه الناس لكن لن يضيعه الله عز وجل. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعد، ووعده لا يتخلف، لا نضيع أجر من أحسن عملا. قد تجد في يوم من الأيام أن إنسان يسيء إليك، أو أنك أنت في وظيفة وفي هذه الوظيفة أديت واجبك على الوجه الأكمل، ولكن ظلمت من إنسان مرتشي، أو إنسان مغرور، أو إنسان غير سوي. ففي هذه الحالة يجب أن تعرف بأن هذا لن يدوم، سيأتي يوم من الأيام تتكشف الحقائق وتأخذ حقك، ما دمت معتمدا على الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الحديث اللي احنا شرحناه في 4 خطب. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم، يعني إن يشأ الله عز وجل أيها الناس أن يذهبكم وأن يميتكم، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. وكان الله على ذلك قديرا. ثم ختمت الآيات بقوله من كان يريد ثواب الدنيا، يعني من كان يريد شهوات الدنيا ومتع الدنيا من مال ومن جاه ومن منصب ومن ومن ومن، من كان يريد ثواب الدنيا فليعلم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.